هاي مرحبا شباب، عامل ايه النهارده؟ معايا لعبه ايه معروفه كل الناس اللي على القناه، العب يوجي. انا قعدت افكر كده شويه، يعني اعمل ايه. خلاص انا هلعب يوجي الفتره الجايه ان شاء الله. هنركز شويه على يوجي علشان في احداث جديده، وان شاء الله الفتره الجايه نكون فتحنا كل الشخصيات واستقبلنا مع بعض الحدث الجديد. بس قبل ما نبدا نذكر الله ونصلي على رسول الله ونروح نحط لايك عنيف جدا، اشترك على القناه. يا شباب هنفتح مع بعض الكاركتر جديد في حلقه النهارده. طبعا انا اقدر افتح الكاركتر دي كلها وانا قاعد بتسلى، لكن انا بسيب الكاركتر مش برضه افتحها غير معاكم علشان نقرا المهمات مع بعض يعني نترجمها ونحاول نعملها مع بعض. فهنفتح مع بعض شخصيه اسمها دارك سيجنر كارلي. ده بقى بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ كارلي ده تقريبا شرير وفي منه طيب، وما علينا. بقول لك ايه بقى؟ المهمة الأولانية achieve one win with 2000 or less life point left in duels against dark signer Carly at level 30 using Jack Atlas. بقول لك achieve one win، اكسب مرة ب 2000 نقطة أو أقل life point، يعني أنا محتاج يبقى معاك 2000 life point أو أقل، وأنت ضد dark signer level 30 وأنت بتلعب بجاك أتلس. سهلة، نكسب واحنا 2000 لايف بوينت او اقل، اكسب بس. المهمه الثانيه بتقول perform 4 special summon in one duel against dark signer at level 30 using jack atlas. بقول لك العب 4 special summon في جيم واحد وانت بتلعب بجاك الاطلساوي، عمك جاك الاطلساوي تلعب بيه وتعمل 4 special summon. المهمه الثالثه inflict 3600 او اكتر افكت دامج مستخدم ضد دارك سيجنر، مش محدد تستخدم مين، العب باي حد، بس ال 3600 دول مش شرط يكونوا مره واحده، ممكن خلال الجيم افضل اديله بقى اديله. المهمه اللي بعد كده بقول لك سامن ريد دراجون ارك فيند مره، العب اللي هو التنين الريد دراجون وانت بتلعب عمك الاطلساوي وانت ضد دارك سيجنر ليفل 30 برضو. تمام كل ده في تاني، يا لهوي ده بالهبل، اعمل كومباك فيكتوري ضد دارك سيجنر ليفل 30 بجاك اطلس، وبعد كده انا بقى ايه كومبليت اول كار. ده اللي بعديه كارلي الطيب. احنا كل ده بنفتح شخصيه كارلي اللي هو الدارك سيجنر اللي هو الشرير، تمام. اللي بعديه ده بقى اللي هو الطيب. المهم احنا بقى ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ هندخل معايا جاك اطلس هنلعب بيه، وهندخل بقى على الجيت ونلعب ضد مين؟ دارك سيجنر. خش على الجيت، هو ده هو ده شباب، هو ده كارلي دارك سيجنر ليفل 30. هنحاول بقى نعمل اي بقى مهمات، نفنش اي مهمات واحنا بنلعب. ممكن نعمل بقى افكت دامج، ممكن نعمل نكسب واحنا 2000 لايف بوينت او اقل، ممكن نستدعي الريد دراجون كامباك فيكتوري، الحاجات دي كلها هنحاول على قد ما نقدر يعني نفنش المهمات دي من غير ما ايه، من غير ما نحسب لها يعني ان شاء الله. تعالى انت، انا اجي هنا ولا اجي هنا؟ تحب اجي هنا ولا اجي هنا ولا انزل تحت ولا خليني في النص ولا فوق؟ ما علينا ما علينا، ماشي. بسم الله على بركه الله نبتدي. ماشي بالراحه كده، مش مهم ان احنا نكسب قد ما مهم ان احنا نحقق المتطلبات اللي هو طالبها مننا. ده هيتم في جيمين مثلا او ثلاثة على حسب الحظ بقى. هنتلسوع دلوقتي ب 1200، اتلسوعنا جامد مش مشكلة. ماشي نلعب بقى ايه بقى؟ نلعب البلو ايز الالترناتيف، حتى افكت اكتيفيت لا الحمد لله هيرجعه تاني، اسمع علينا.
ماشي هنلعب حته وايت ستون ونفعل عليه السيج وامرنا لله. ما كنتش حابب ان انا اعمل كده بصراحه. نلعب سبيريت افكت اكتيفيت، بقلش الورقه السبيل دي، بقلشها له. ايوه الورقه التراب دي. وايه بقى؟ ونهجم. لا 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 لا، بص انا اتضربت، عادي بقى ان احنا نهجم. ولا اقول لك لا لا ما تهجمش؟ خلاص بقى هجم. خلاص معلش معلش، ما كانش المفروض ان انا اهجم على فكره، كان المفروض اسيبه. بس خلاص انا هخلي بالي بعد كده، هخلي بالي هخلي بالي. واو ولا ولا ايه ده؟ وطف الوحش ده، ده نقطه قلت خالص. يا لهوي هتعمل ايه؟ اه لايف بوينت دايركتلي بتهرج يا ابني الشايبه. ده انا ما ده انت جاح دالة. الله السق اللي حصل ده. لا ده انت جامد بقى، ده انت جامد دالة. يخرب بيت عقل، ده انا هطلع دي. ابوك مهزأ غبي. قبلة تاني، نخش تاني، استهترت بيه. ماشي بسم الله بسم الله، بتاعنا ان شاء الله، الجيم ده بتاعنا ان شاء الله. حلو، بداية موفقة، حاجة حلوة بقى بالله عليك. هات الحجر. حلو، اتنين كارما كات وحتة بلو ايس في الملعب، اعمل اللي انت عايزه. كده انا في السليم. بص انا هبطي اللي هوقف المزيكا دي، هوقف المزيكا بس، واحط انا مزيكا. دلعوا يا دلعوا، احط انا مزيكا من عندي، احط انا مزيكا من عندي، احط المزيكا من عندي. ماشي، هو الوقت هيهجم ولا ايه؟ لا لسه شويه هيهجم. لا ما تضربوش ما تضربوش. ايوه الشرير، تعالى بنش. حلو حلو حلو، هقول لك اعمل ايه. نحول ده للدفاع وننزل ده. لما ينزل نجيب حتة ايه؟ وايت ستون من المقبرة. ماشي؟ وبعدين نعمل حتة، نعمل حتة سينكرو حلوة. حتة سينكرو حلوة ايه؟ شفت حلوة ازاي؟ اهي. وبعدين هنعمل كده افكت اكتيفيت للي هو الماستر وذ اي اوف بلو، نفعله على الايه؟ السيج، ونجيب حته بلو ايس كمان. حركه حلوه جدا. نهجم؟ لا مش هنهجم، مش هنهجم طبعا. هنعمل بس افكت اكتيفيت ونبنش ده ونضرب الحته التراب دي بس، مش هنهجم طبعا، لان احنا محتاجين نعمل حاجات كتير. ممكن بقى نعمل ايه بقى؟ نعمل الافكت دامج اللي احنا كنا بنتكلم عنه، تمام؟ هنعمله عن طريق ورقة بسيطة جدا. الوحش ده اي ورقة بيدمرها بيديله افكت دامج، اي ورقة بيدمرها افكت دامج، اي ورقة.
اوه قوته بتزيد. وبعدين هيهجم 2400. اسيبه؟ لو ربنا ما انا سايب. سلام. وحته كمان بلو ايز وايت دراجون. هو عنده ورق سبيل او تراب؟ مفيش. انا بقى جات الفكره حلوه، احنا الملعب عشان بقى شكله زحمه كده، احنا ايه بقى نغير الملعب بس. ايوه كده الملعب بقى كبير، الملعب بقى كبير وحلو. احنا نقدر نعمل برضو حاجات كتير، يعني نقدر دلوقتي ان احنا ايه اللي موجود في المقبره عندنا في المقبره وانت بت مش مهم. خلاص تعال نهجم. هنهجم بمين؟ بالوحش اللي هو بيعمل افكت دامج. هنحاول ان احنا نديله افكت دامج طول الطريق، افكت دامج عشان نعمل اكتر كميه افكت دامج، بالاضافه ان احنا ممكن نعمل بلو ايز وننزل دارك ماجيشن. حلو كلام. ماشي نهجم برضو زي ما احنا، اديله افكت دامج. الجيم الدور الجاي ان شاء الله بقى، ان شاء الله. ايوه يس. اتفرج بقى على الجمال، هعمل حركه حلوه قوي، هلعب الوايت ستون وهعمل بقى سبيشال سامون الريد دراجون. واو كده احنا استدعينا الريد دراجون يا شباب. خلاص كده احنا عملنا مهمه وبنعمل دامج افكت كتير، علشان الدامج افكت ده هيساعدنا ان احنا نخلص مهمه كمان تقريبا عايز 3000 مش عارف وكام. حلو قوي الريد دراجون، شوف جاي منين، جاي من الحمم وجاي من وسط البراكين وجاي من وسط الملتهب، تنين ملتهب. اللي ما يعرفش يا جماعه الريد دراجون من وانا مش شايف ده، لما بيهجم على وحش والوحش ده اتدمر بيدمر كل الوحوش التانيه اللي عنده، باين حاجه زي كده صح؟ اه بيدمر كل الوحوش التانية. يعني لو انت هجمت على وحش عنده ماشي ويكون الوحش ده في الدفاع بيدمر كل الوحوش التانية اللي في الدفاع اللي عند اللي في الملعب، ولما تنهي دورك بيدمر كل الوحوش اللي ما هجمتش. حوار كده، حوار حوار حوار. احنا دلوقتي برضو مش هنهجم، وهنجيب الحته البلو ايز دي علشان خاطر نعمل بانش لورقه سبيل او تراب. باي. مش قلت لكم؟ انا قلت لكم. بيعمل ايه؟ الوحوش اللي ما هاجمتش بيدمرها. فطبعا دمر الوحوش بتاعتي كلها عشان الوحوش بتاعتي ما هاجمتش. فطبعا يعني لازما ولا بد ان انت تركز في الموضوع دوت. ماشي نسحب ورقتين. كل الوحوش اللي ما هاجمتش اتدمرت. ماشي نقدر نعمل ايه؟ نقدر نلعب الماستر وذ اي اوف بلو ونجيب مثلا من المقبره، نرجع من المقبره حته مثلا وايت ستون اهي، وبعدين نلعب تاني الكارد. يا جماعه مجموعه بلو ايز وايت دراجون من احلى المجاميع اللي انا بلعب بيها عشان بتخليني اسحب بسرعه، بتخليني اسحب بسرعه تمام، وبتخلي الورق في ايدي كتير واقدر اعمل سبيشال سامون كتير. حلوه هقدر ان انا العب دلوقتي البلو ايز الترناتيف وايت دراجون واقدر اعمل سبيشال سامون كمان، لان هو طالب مني سبيشال سامون كتير. لو انتم ملاحظين طالب مني 4 سبيشال سامون في دور. تعالى نجيب سبيشال سامون من ده اهو. طبعا في حاجه طبعا مشكله ان هو هيدمر الوحوش اللي ما بتهجمش، فكده برضه هو هيدمر لي الوحش بتاعي. فالحل الوحيد بقى ان انا ايه؟ ان انا اخلص من الريد دراجون ده بقى، خلاص كفايه عليه كده، انا استدعيته خلاص. فانا هعمل ايه بقى؟ هستخدم الماستر وذ اي اوف بلو، هفعله على الريد دراجون. برافو عليك يا ابني والله اسطوره اقسم بالله. تعال انت بقى. انا كده استدعيته وعملت المهمه وخلصت منه، ما يلزمنيش تاني. برضه مش ههجم عليه، انا سايبك مش هاجم عليك. هيفعل حاجة من المقبرة؟ لا يا حبيبي ما تفعلش حاجة يا حبيبي، ما تفعلش حاجة. أنا هكدرك. بس.
وقف على كده. عايزين نعمل برضو حاجات كتير، في حاجات كتير قوي محتاجه تتعمل. محتاج نقطه تقل، محتاج اديله افكت دامج، في حاجات كتير محتاجه تتعمل. فانا برضو مش عارف، خلينا برضو يعني مثلا نصبر شويه. ماشي، افكت اكتيفيت، نجيب ابن عمه في الدفاع. دي ورقة تونر، خليها. هيعملها ولا ايه؟ هيعملها يا شباب، هيعملها الحمد لله. تعال انت بقى، برافو برافو عليك يا هلا، عاش والله. بص بقى معايا، بص معايا، انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ بتكلم ان انا عايز اديله افكت دامج يا شباب، فانا محتاج خطه اعملها عشان اديله افكت دامج. ما عادش معاه ورق كتير يا شباب، ما عادش معاه ورق كتير. بسرعه بقى، حلو، فاضل لي ورقه برضه. لو حطيت اللافا جولوم مش هينفع برضه. محتاج وحش ريلينكويشت، محتاج ريلينكويشت عشان نحل هذا الاشكال. ماشي يا عم، محتاجين ريلينكويشت ده يا شباب، نسحبه بقى، نسحبه. يلا بالله بقى، بالله، يلا رلينكوشت. الله، ايوه بقى، ايوه، قلب الورق، هلا قلب الورق. فرج بقى، فرج الحركه دي. اول حاجه هنلعب ماشي، ادي واحد اتنين في الهجوم. الحركه الثانيه هلعب البلاك، هنلعب البلاك، اسمها ايه؟ اسمها بلاك ايه؟ ما علينا. البلاك إلوجن ريتوال، وهنضحي بوحش، وانزل انت في الهجوم. وبعد كده هنعمل افكت اكتيفيت، ونجيب مين؟ الورقة المقلوبة، الورقة المقلوبة. حلو الكلام؟ حول للهجوم، اهجم بقى. بمين؟ بريلينكويشد، اهجم على لافا جولوم. اتفرج، اخد 3000 افكت دامج غير اللي انا اديتهم له. يبقى انا كده عملت 3 مهمات، لعبت سبيشال سامن كتير، ولعبت افكت دامج، ولعبت الريد دراجون. 3 مهمات، انا كده خلصت 3 مهمات، خلصت 3 مهمات. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي عليك ولد، مالك يا حبيبي بتاع، مالك عروقك نطه كده ليه؟ ما تخافش يا حبيبي، عروقك ما تنطش. بص لسه جاي لك تاني، طول بالك. 4، صلاة على النبي يا جماعة، عملنا اتشيف وان. ما نقطي نزلت، نقطي نزلت 3000، يبقى انا كده عملت مهمة. كان عايزني اكسب وانا نقطي 2000 او اقل، وانا نقطي اللي خسرت 3000، فدي كده مهمة. واربعة سبيشال سامن، و3600 افكت دامج خلاص، وريد دراجون اللي اسمه الارك فيند ده برضو خلاص. كده فاضل ايه بقى؟ فاضل واحدة، واحدة. ايه هي بقى؟ كامباك فيكتوري. عبيطة عبيطة الكامباك فيكتوري. تعالى يا حبيبي كامباك فيكتوري، احلى كامباك فيكتوري يا حبيبي، احلى كامباك فيكتوري. تعالى العسلية، انت حلو كده وجميل كده وحلو الملامح. حلو الملامح، انا اخلي عروقك تنط، ماشي، اخلي عروقك تنط. برق لي كده بانيابك، برق لي. ماشي، حلو يا شباب، بداية موفقة، بداية موفقة. عايزين ناخد احنا اول دامج، ناخد احنا اول دامج. هنعمل ايه؟ هنهي دوري، ومش هنتغلب ان شاء الله عشان معانا كارما كات يعني، فخلينا بس ناخد الاول اول دامج كده. تمام، بوظ لي الكارما كات. ماشي، احنا خدنا اول دامج، يلا نكسب.
فيك تاكتيفيت بالسلامه. اهجم. حلو. الدور الجاي يكون متبقلش. على طول كام باك فيكتور يا باشا. سهل جدا سهل جدا الكام باك فيكتور. ولفلنا كمان، خدنا 60 جيم عشان نستعد للارك الجديد والعالم الجديد ووحوش اللينك والداتا لينك وكل الحاجات اللي ايه الفيشينج. طب يا شباب عملنا الكام باك فيكتوري بسهوله زي ما انتم شايفين. فنشنا كل المهمات 1 2 3 4 5 مهمات. ده ال 2000 او اقل لايف بوينت، وده ال 4 سبيشال سمن، وده 3600 او اكتر افكت دامج، وده الريد دراجون، واخيرا الكامباك فيكتوري. طبعا بقى ده اللي هو كومبليت اول كاركتر انلوك وشويه ميشن ستيج ميشن كومبليت اول كاركتر. طبعا مش عارف اصلا ده واحد ولا واحده اساسا، مش قادر احدد يعني هي هو واحد ولا واحده. عامل زي الشخصيات اللي في انمي جوجو بيزر ادفنتشر، متبقاش فاهم هو واحد ولا واحده. بس وحش جامد. ايه ده؟ بتالي ما دام بطنه عريانه كده تبقى واحده. مش عارف، مش حاسه مد على واحد، مش شكله مش مظبوط. فتح كده يا شباب خلاص اعتقد اهو. بقولك بيفور شي ووز ا دارك سيجنر كارلي، دي واحده، دي طلعت واحده. طيب يا شباب الف مبروك، الحمد لله. جيم جيم جدا يا شباب، استمتعت جدا في حلقه النهارده. لو حابين نكمل مع بعض في جيو دو لينكس ونفتح مع بعض شخصيات جديده ونتابع مع بعض الفعاليات الجديده والاحداث القادمه، هتحط لايك شير كومنت سبسكرايب فعل الجرس وتستنى الحلقه اللي جايه. سلام.